نحن كل ما تجي الطيارة نخاف، قال بالمدرسة بيقولوا إنه الطيارة قال هي العام بتسافر فيها، أنا كل ما بشوف الطيارة بتخبي بعرف إنه بدها تضرب تخصف. أنا علوان، علوان بلدة تح، عمري 10 سنين من عمر الثورة. أنا هلا ما بعرف أشي الثورة، أهلي بيقولوا إنه أنا من عمر الثورة، وهلا أنا ما بعرف أشي الثورة، بعرف شوي شوي أشي الثورة. خلق الثورة إنه هيك الله رايد، بس لو ما أنا جاي بهالوقت هيك، لأنه الطلاب المدرسة رفقاتي في بعضهم نزحوا وبعضهم ماتوا وبعضهم لحلق هيك معانا، بجي 2 3 بس. على كل حال الجيل اللي مثل علوان ربيو بالثوره، بظل الثوره ربيو على عنف شديد، يعني ما ممكن نقارنهم باي جيل ثاني، راح يستمروا بالثوره لانه هذا اللي وعيوا عليه، يعني اكتشفوا الدنيا على اصوات القذائف واصوات البراميل المتفجره.